قلنا ما يخصنيش. روح يا ده سوق كندال. عارفه يا حبيبتي، انا لو مكانك ما اعملش كده. ما هو انت مش مكاني فعلا، اصل انت ما خسرتش كل حاجه، لا خسرت بلدك ولا اهلك ولا شغلك ولا صاحبه عمرك، ولا فضلت بتجري ورا واحد اول حاجه عملها سحب وعوده كلها وعينه زاغت على اول واحده شافها باللي انت عارف هما بيتسموا ايه. ممكن جدا، بس لازم تعرفي ان كل راجل لينا ذواته، لازم انت يكون مخك كبير عشان تستوعبي ده وتتصالحي مع النزوات دي. ليه؟ لانه في الاخر بيلف يلف ويرجع لك. لا يا حبيبي، الكلام ده لو احنا كنا متجوزين وفي بيتنا تلف وترجع لي. بس معلش انا غلطت وهتحمل غلطتي لغايه الاخر. واضح ان انت متضايقه، والدقيقة دي مش مخلياكي تعرفي تفكري كويس وتبصي الموضوع كويس. سيبك بقى من الوعود والعهود وكلام الأغاني ده، وخلينا نفصصها بالعقل. انت هنا معايا ملكة عايشة عيشة الأغنياء، الكل تحت رجليك، عايشة مع راجل بيحبك وبتحبيه. ايه بقى؟ راجعة مصر تاني ليه؟ اوعى تفتكر يا مروان ان انا ضعيفة. لا، قوتي دي هي اللي خلتك عايش في العز ده كله. ماشي يا قوي، هتعملي ايه لما ترجعي مصر وامك تطردك، وابوكي لما يلاقيكي راجعه ايد ورا وايد قدام ومعكيش فلوس وما يبقاش طايقك؟ ولا هايدي ونادر؟ هايدي ونادر اللي بيدوروا عليكي عشان خاطر ينتقموا منك. انا من رايي ترمي كل دول في الزباله. انت تشتغلي وتعتمدي على نفسك. ايوه اشتغلي وتعتمدي على نفسك، بس مين هيشغلك؟ الله، اذا كان كله عارف ان انت صاحبه هايدي اللي خنتيها، يعني اما هتشتغلي خاينه يا جاسوسه، يعني محدش هيشتغلك. انا عرفت انت هتشتغلي ايه. انت رايحه تشتغلي في البيوت زي امك خدامه. بكره تعرف يا مروان انا راجع مصر ليه؟ شكرا. You're welcome. يا بنت انت مالك بس، فيك ايه؟ قومي يا بنت مالك قاعدة كده عاملة زي السما. يا بنتي الرطوبة هتاكل عظمك. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه ده انت مين ده؟ انا على مهلك. قومي انت اللي مين يا اختي؟ انت اللي مين؟ هي كورية زمانك. نعم يا اسطى. شكرا. اسمعني انا هايدي. هي هايدي هانم خير ان شاء الله؟ كورية عملت لك حاجه تاني ولا ايه؟ ما عملت ليش حاجه. قولي له قولي له جيب لي بس يتوصل يشيل منها التوم كيلو. حصل مذبحه كبيره في المنطقه اللي انت جايبني فيها دي، وفي واحد ذبحوه بسيف كبير في وسط الشارع. مذبحه كيف يعني؟ ومين ده اللي قتلوه؟ الراجل اسمه ايه ده؟ خطيب اسمها ايه دي؟ ابراهيم، خطيب كوريا اللي احنا سلمنا عليه ده. يا ست هايدي نامي وتغطي كويس، اذا كنت قلقانه ولا حاجه دي كوابيس. غيري مكان نومتك وهتبقى زين ان شاء الله. انا شفتهم بعيني، شفت الدم بعيني، ذبحوه قدام الناس كلها قتلوه. وبعدين انا قاعده مع الست المجنونه دي وخايفه قوي، تعالى وخلصني. مجنونه؟ جن لما ينططك ويعفرطك انت وعيلتك كلها.
قال انا مجنونه ايه؟ طب بقول لك ايه؟ خليكي مطرحك، اوعي تفتحي الباب لسندس لحسن تهرب منك في اي حته، وانا هتصل في سوكا بالتليفون وافهم منه كل حاجه، وخليكي مطرحك. جايه لنا منين دي؟ انا تقولي عليا مجنونه يا بنت؟ لا بس اسكت. بس بدك اكبر قلبك. انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه يا رب؟ يا ناقصه طمني يا دكتور، ربنا يطمن قلبك. الجرح كان عميق ونزف دم كتير قوي، احنا عملنا له عمليه وحطيناه تحت الملاحظه، وان شاء الله يبقى كويس. ادعوا له يا رب. حرام عليك يا ابراهيم، ليه تمرمط نفسك مع الاشكال دي بس؟ لا انت شبههم ولا هم شبهك. ويا ما قلت لك اهي ناخد حته ارض في ايها صحراء ونبعد عن الشر ونغني له. استفدت انا ايام ما تروح مني في شربة ميه كده؟ توجع قلبي عليك كده يا ابراهيم بس. ربنا يأمري بالسلامة يا اخت كوريا، وانا هدعيله في صلاة الجمعة ان شاء الله. زعليش نفسك يا كوريا يا بنتي، ربنا عمره ما يجعل الغلابة ابدا. يا رب يا رب، انا ماليش غيرك، ما انت عارف. يلطف يا رب، يلطف يا رب. معلش يا حبيبتي، قوم يا كوريا، قومي روحي انت قعدي مع خالتك سندس وبنت خالتك جمالات. ايوه، وانا وسوكا حنبات مع هيما هنا للصبح، وهبقى اطمنك بالتليفون. قوم روح. فين يا خالي؟ اقطع دراعي من هنا، المكان بوزع الفقر ده وسبب في كل اللي احنا فيه ده. ما كنا قاعدين في امان الله، لا بينا ولا علينا، من ساعه ما رجلينا نحس خطه البيت واحنا المصايب نازله ترف علينا بالتقيل. هذا المرار الطافح. بقول لك ايه، انا مقدر حالتك يا بنت الناس، مقدر حالتك. تعبانه هاي، تعبانه كوريا. بقول لك ايه، ما هي بنت اختي زي ما انت بنت اختي بالظبط، وهي مزنوقه، والمزنوق لازم نقف جنبيه. اقف جنبيها انت براحتك، انا خلاص ما عدتش طايقه اروح اشوفها في البيت. يا حرق قلبي عليك يا ابراهيم، كان مكتوب لنا فين كل ده؟ اهدى يا ستي، اهدى يا ستي، ربنا يجاوبهولك يجاوبهولنا كلنا بالسلامه. وبعدين ما تزعقيش صوتك عالي، الناس عيانه. يا اللي بطن البقره كلها عايشه بحسك يا ابراهيم، يا اللي ما تطلعش منك العيبه ابدا يا ابراهيم. انت بتنوحي على ايه وش البومه انت؟ ثم انت اللي جايبك هنا اساس ليكي فيه ايه عشان تنوحي كل ده؟ ما انت لو ريكي راجل مش متجوزه قفص ما كانش واحد سمع لك حس. اهدي حس. اهدي، الناس عيانه، الناس تعبانه. اهدي. هو يا خير. خلاص يا بنت، خلاص يا كوريا. يا كفر، انا جعانه. يلا هتروح النار. يلا يلا يا سيدي. يا كفر وكلوني يا كفر، انا جعان. اتفضلي يا سندس، ما لقيتش غير المكرونه دي. كوريا قافله على كل حاجه جوه. شوف النمليه، خد اهو. ده كان في النمليه دي مكرونه حلوه كليها. مين؟ انا، انا مشوكة يا جمالات، افتحي ما تخافيش. ثواني ثواني. سلام عليك. اهلا وسهلا. سلام عليك. ازيك يا سندس؟ يوه، مين جاب الغرب ده؟ ايه دي جمالات عامله لك اكل حلو اهوت وجميل. لا اوعي يا اختي، دي هتاخده مني. لا ما تخافيش ما تخافيش، كلي 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 يا حبيبي. دي حراميه. انا حراميه؟ معلش يا تونت، سوري. لا انت ذنبك ايه؟ هي يعني اللي غلبانه ومخها طائق منها. لكن انت بيتهيألي كده انك بقالك كتير قوي ما شفتيش خالتك سندس. فعلا، عشان انا يعني سافرت من كتير، بقالي كتير كنت مسافرة. السفر يا عيني على السفر. انت عارفة انا عمري ما سافرت، بس اسمع يعني بالسمع كده هوت انه هو غربة، وغربة صعبة ومرة. مرة قوي، مرة فعلا. قوليلي، هو انت سافرتي قبل حادثة سندس ولا بعديها؟ بصي انا الصراحه مش فاكره، عشان انا سافرت من وانا صغيره، كان عندي 17 سنه. ياه، ده انت سافرتي وانت صغيره قوي قبل الحادثه بزمان. ده هي الحادثه كانت يمكن من 7-8 سنين. يا عيني، بيتها واولادها وجوزها كلهم النار، النار كلتها. غراب، غراب طالل من وشها بقى القمر ده هوت. غراب ممتف، كولي كولي. بس انت عارفه والله العظيم دي رحمه من ربنا. علشان ربنا يرحمها من الحزن والزعل على ولادها وعلى جوزها، اخد يا عيني عقلها وطيره وساب جسمها في الارض. بس عارفه
تحسي كده هوت ان هي ممكن تكون عايشه معاهم بعقلها هناك. شهد ابني مال. اه يا حبيبتي ابنك. اه يا قلبي اسم الله عليك. سعد بيحب البيض. بيحب البيض ودافي. انا لقيتهم كلهم راحوا المستشفى وسابوكي لوحدك، قلت ايه اطلع اقعد معاكي شويه عشان اسليكي يعني، واخد بخاطرك واخد بحسك عشان انت غلبانه بتصعبي عليا والله. اصلا انا عشريه عشريه قوي 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 يعني. ميرسي، متشكره قوي يا تامر. شكرا. بس انا بقى عرفتي يعني يا عيني كمان انك عندك شويه ظروف. هي ايه خير؟ هو اصلا انا لما كنت في الخليج زمان يعني من وانا صغيره اتجوزت راجل، بس هو طيب قوي الله يرحمه، توفى خلاص. لا اله الا الله، الله يرحمه ويحسن اليه. هي الدنيا كده اهو. اه والله الكويس بيمشي وبيتكل على الله. وبعدين احكي لي. ولاده بقى حرموني من الورث وجابوني هنا على مصر يعني، وبس جيت هنا خلاص. يا ولاد الكلب يا ولاد الحرام. وبعدين كملي يا حبيبتي. مفيش خلاص، خلصت. هي دي الظروف. هي دي كل الظروف. اه طيب استأذن انا بقى عشان اكلم الواد ابني على التلفون علشان يطمني على الواد ابراهيم والبنت كوريا. اصل انا بقى ايه قلت هما فيهم البركه يعملوا كل حاجه. الغراب ماشي. اه الغراب ماشي يعني، هو الغراب هتنيته قاعد لك. كلي يا حبيبتي كلي. يلا سلام عليك. سلام عليك. السلامه. اتفضلي يا تامر. قولي لي انا في سؤال كده محيرني. يعني انت بتقولي انك قعدتي 17 سنه هناك في قلب البلد دهيه. وبعدين المفروض انك ترطوني زيهم، لكن انت ما بترطونيش زيهم. ده اللي بيروح السعوديه يعمل عمره بيرجع يرطن، اللي بيروح الكويت شهرين يرجع يرطن، اللي يقول لك ايش تبغي وايش حالك وحياك الله. ليه ما بتقولي زيهم يعني؟ اصلا يعني اصلا من كتر عمايلهم فيا فخلاص كرهتهم، فما بقتش عايزه اتكلم زيهم. فما ايوه 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 كده فطنيني. سلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. سلام عليكم. خدها بالفضل، صوري الملف ده وادي لكل واحد فيهم نسخه. مش عايز اي حد من الناس اللي في الملف ده ينام ولا يصحى الا لما اعرف نام الساعه كام وحلم بايه. توجيهات سعادتك اوامر يا باشا. اتفضلوا. وصلت لايه في قضيه هيدا ابو طالب؟ وصلت لها؟ والله يا فندم انا عديت على ابوها وابن عمها والمحامي بتاعها وتاكدت انها مش في اي مكان تبع اي حد فيهم. وبعدين؟ حطهم تحت المراقبه 24 ساعه. وابدا اتاكد انها مش عند اي حد من صحباتها. انا مش عاوزك تتاكد انها مش عند اي حد فيهم، انا عايزك تتاكد هي فين وتجيبها قبل ما نفتح عينينا ونلاقيها هربت بره البلد هي كمان. لا مؤاخذه يا حاج والنبي، بص كده يا حاج. كوريا يا كوريا. فيه سوق حصل حاجه ولا ايه؟ ايه دي يا اختي؟ مفيش. بقول لك ايه، ابله هاجر قالت لي ان الدكتور مشي وهيجي بالليل ان شاء الله، وابراهيم حالته مستقره والحمد لله. ما تروحي انت يا اختي غيري هدومك وانا هبقى اكلمك في التليفون اطمنك على ابراهيم. بعد هي قالت لك انه هيفوق يعني؟ بمشيئة الرحمن هيفوق. ماشي. طب خدنا بص عليه قبل ما. لا 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 اتكل انت على روح، انا هبقى اكلمك بالتليفون. لا لازم ابص عليه. لا يا كوريا. التستر على متهم هارب جريمه بيعاقب عليها القانون بالحبس. يعني حضرتك كده بتعرضي نفسك للحبس في مقابل ان صاحبتك تفضل هربانه. تستر ايه وحبس ايه يا فندم؟ ما انا قلت لحضرتك انا ما اعرفش عنها اي حاجه من ساعه اخر مره كنا فيها مع بعض، ومن بعد اختفت. اتفضلي ردي لو عايزه. لا شكرا. ردي شكلها حاجه مهمه. الو الو يا دينا، انا هايدي. اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ حضرتك مين يا دينا؟ بقول لك انا هايدي. يا دينا يا دينا انا تعبت قوي مش قادره استحمل اللي انا فيه. دينا انت ونادر محدش فيكم بيسال عني ولا حد بيطمن عليا. لا والله اصل كان مسافر كده يومين وكان تليفونه مقفول، بس عموما يعني هو على وصول، يعني المفروض طيارته تكون وصلت تقريبا من ساعه كده. طياره ايه وطريق ايه؟ يا دينا بقول لك انت ونادر ما بسالكيش عن محمد. يا دينا انا محتاجاكوا بجد ارجوك. طب خلاص حاضر حاضر، هبلغ. اوكي يلا باي باي باي. ايه ده في ايه؟ انت كمان يا دينا؟ ايه اللي بيحصل لي ده بس؟